خلال العامين أتمينا أكثر من 60 مليون تصريح صدر من خلال تطبيقية اعتمدنا وتوكلنا. لكن تتخيل إنه هذه 60 مليون ما كانت تأخذ كزمن إجراء للإصدار أكثر من 20 ثانية للمستفيد الواحد، رقم كبير أكثر من اثنين ما نعم شاء الله. أكثر من 32 مليون مصلي أتم فروض الصلوات الخمسة في الحرم المكي الشريف، أكثر من 4 مليون زائر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبي رضوان الله عليهم في خلال هذه الجائحة. كل هذه الممكنات، كل هذه الأرقام اللي نفتخر فيها كشعب سعودي من كوادر ومن شباب وشابات، تمت في بيئة آمنة مع المحافظة على معدل آمن للإصابات، بل لم يكن هناك إصابات لله الحمد في محيط بيئة خدمات الحج والعمرة. نعم. اليوم نستبشر برفع هذه القيود، ما حيكون إن شاء الله في أي قيود، هنستقبل المزيد، السوق واعد والطلب جدا كبير إن شاء الله في خلال شهر رمضان والأشهر القادمة، وبإذن الله هنستمر في تقديم الخدمات الإسرائيلية وذات الجودة العالية اللي فعلا بتحقق مستهدفات أولى المملكة 2030 والركائز الاستراتيجية لوزارة الحج والعمرة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام. نعم طبعا.